بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر من فعلها على من يتركها، كما أنكر من تركها على من فعلها، والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لأنكر الصحابة الذين يرون وجوبها على من لم يرى ذلك ومن تركها، ولم يعرف أنه أنكر بعضهم على بعض، فدل على أن قراءتها للمأموم مستحبة إذا أمكن ذلك. نعم. الرابع أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. الوجه الرابع مما يدل على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو في الصحيح، لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد لهذا الفعل. هذا من ناحية إدراك الركعة، ما أمره بالإعادة، فدل على أنه أدرك الركعة وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أدركها وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة، ولا أمره أن يأتي بركعة كاملة. هذا واضح، الحديث هذا واضح. نعم. الرابع أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم. كذلك حديث أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يأتي بركعة، ثانيا حديث أن من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني أدرك الركعة بسجودها كاملا، دل على أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة، فإذا لم يدرك إلا الركوع فإنه يركع معهم ويكون مدركا للركعة، ويدرك السجدة يعني أدرك الركعة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وكما في حديث أبي بكر حين ركع والنبي صلى الله عليه وسلم راكع. نعم. وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان. كان الصحابة أيضا إذا أدركوا الركوع دخلوا مع الإمام، ولم يرد عنهم أنهم يأمرون بالإتيان بركعة، دل على أنهم متفقون على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة.
دل على أنها غير واجبة على المأموم. نعم. ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان. الخامس، لأن قراءة الفاتحة ركن، ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما في حق المأموم فهي سنة وقيل واجبة، ليست ركنا عند الجميع، إنما هي اختلفوا هل هي واجبة أو هي سنة. الصحيح أنها سنة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة. نعم. الخامس، أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله. نعم، الإمام وافد المصلين إلى الله عز وجل، فإذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل قراءة الفاتحة عنهم، لأن الفاتحة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فإذا قالوا آمين بعد قراءة الإمام أمنوا على قراءته فكأنهم قرأوها. نعم. الخامس، أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله. والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة، ونصفها ثناء على الله، ونصفها دعاء للعبد، والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء. نعم، فهو يتحمل عنهم قراءة الفاتحة لأنه وافدهم. قوله اجعلوا أئمتكم خياركم، هذا دليل على أن الإمام يكون من خير الموجودين، يكون الإمام من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة. نعم. والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء، يعني ينوب عن قومه، الوافد ينوب عن قومه، فدل على أن الإمام ينوب عن من خلفه. نعم. ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. اي نعم، ولم يقل اهدني، اهدنا يدخل فيه الإمام والمأموم، يدخل فيه الإمام والمأموم، فدل على أن قراءة الإمام تكفي من حيث الركنية عن المأموم. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم. أي نعم، لا يجوز للإمام في الدعاء، دعاء القنوت مثلا، دعاء الفاتحة، أن يأتي بضمير المفرد، يقول اهدني الصراط المستقيم، أو يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولى، بل يأتي بضمير الجمع، اللهم اهدنا، عافنا، تولنا، له ولمن خلفه، فهو نائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه. نعم. وهذا هو الشأن في الفاتحة، أن الإمام يقرأ وهم يستمعون، فإذا فرغ يؤمنون على الفاتحة. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم. وهذا إنما يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه عن المأمومين. ولذلك قال: الإمام ضامن.
وكذلك مما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، يعني يضمن صلاة من خلفه، وقال الإمام نعم الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والضامن هو الذي يضمن ما على غيره من الحقوق، والمؤتمن لأن المؤذن يؤتمن على الوقت، على دخول الوقت، فيصوم الناس على أذانه ويفطرون على أذانه ويصلون على أذانه، فهو مؤتمن على دخول الوقت. الشاهد أن الإمام ضامن، يعني ضامن لصلاته وصلاة من خلفه، وما دام أنه ضامن فإنه تكفي قراءته الفاتحة عمن خلفه. نعم. السادس أن الإمام خص بالقراءة لقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقوله نعم يؤم القوم من صفات الإمام عند اختياره وتنصيبه أن يكون أقرأ الحاضرين، يعني أجودهم قراءة، أجود الحاضرين قراءة للقرآن. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما المأموم حتى ولو لم يكن يحسن شيء من القرآن تصح صلاته مع الإمام، دل على أنه لا يلزم بقراءة الفاتحة إذا كان لا يحسنها، تكفي قراءة الإمام. نعم. السادس أن الإمام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقوله وليؤمكم أقرأكم، وغير ذلك من الأحاديث، حتى يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم. فالأذان لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أحدكم، وأما الإمامة اشترط فيها، قال ليؤمكم أقرأكم، فدل على أن القراءة إنما هي في حق الإمام، وأما المأموم فليس عليه قراءة، قراءة واجبة. نعم. حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله إذا أمن القارئ فأمنوا، ويسمى الإمام بالقارئ، يقال للإمام القارئ، دل على أن القراءة من اختصاصه، يعني أن القراءة من اختصاص الإمام من حيث الوجوب. نعم. حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله إذا أمن القارئ فأمنوا، فلولا أن قراءة إذا أمن القارئ، يعني الإمام سماه قارئا، دل على أنه هو الذي يختص بالقراءة. نعم. فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية. نعم، صار كلهم قارئ. نعم. فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية، إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة. نعم. السابع أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام، فكذلك في حال إخفائه، لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. نعم، مما يدل على أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم أنه لا يتحمل التكبيرات، لا بد أن المأموم يكبر، أما قراءة الفاتحة فلم يوجب على المأموم أن يقرأها خلف الإمام، إنما قراءته لها من باب الاستحباب، من باب الاستحباب إذا أمكن ذلك، وإذا لم يقرأ فصلاته صحيحة، تكفي قراءة الإمام. نعم. فصل. ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر، فإن ترك القراءة لم يكره له هذا ذلك. كله الذي سبق
كله في القراءة في الصلاة الجهرية، فالمأموم ينصت لقراءة الإمام فيها، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا قرأ فأنصتوا. فوظيفة المأموم أنه يستمع وينصت، ووظيفة الإمام أنه يقرأ، هكذا دلت الأدلة على هذا. أما الصلاة السرية فبإمكان المأموم أن يقرأ، لأنه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءته، لا يشوش على الإمام ولا يشوش على غيره، فيقرأ، أنه لا يترتب على قراءته سرا، لا يترتب عليها ضرر في حق إمامه وحق من بجانبه، فيقرأ سرا. هذا هو أعدل الأقوال، أن قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية بالنسبة للمأموم، في حال الصلاة السرية لانتفاء المحذور في قراءته. نعم. فصل. ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر، فإن ترك القراءة لم يكره له ذلك. أن يقرأ الفاتحة في قراءة السرية الظهر مثلا والعصر، وأما فإذا قرأ فهو أحسن، لأن الفرصة ممكنة ولا يترتب على قراءته محاذير، وإذا لم يقرأ فصلاته صحيحة، لأن قراءة الإمام كافية له ولمن خلفه سرا أو جهرا. نعم. فأما في صلاة الجهر فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ، وأما في الصلاة الجهرية فينصت إذا قرأ الإمام، إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، لكن يستحب له أن يقرأها في سكتات الإمام، كما مر بنا أن الإمام له ثلاث، له سكتتان: سكتة إذا كبر تكبيرة الإحرام، وسكتة إذا أراد الركوع، إذا فرغ من القراءة وأراد الركوع، وفي رواية فيه سكتة ثالثة إذا قرأ الفاتحة قبل أن يقرأ السورة. فإذن الإمام عنده سكتة، عند المأموم عنده سكتات الإمام يقرأ فيها، لأنه لا محذور في قراءته إذا سكت الإمام، يقرأها ولو وزعها على سكتات الإمام لا بأس بذلك. نعم. فأما في صلاة الجهر فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ. نعم. فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ. إذا لم يكن للإمام سكتات، الإمام يواصل القراءة، بمجرد ما يفرغ من الفاتحة يبدأ بالسورة، فحينئذ يجب على المأموم أن ينصت، يجب عليه أن ينصت بقراءة الإمام، ويكره له أن يقرأ والإمام يقرأ. نعم. هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته، هذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله في عامة الروايات عنه. نعم. وأنه يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات. نعم. وهو الذي عليه عامة أصحابه الحنابلة. نعم. وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز، أن القراءة في هذه الحال لا تجوز. أعد. فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن أن فيها، أن القراءة في هذه الحال يعني إذا لم يكن للإمام سكتات
فإن قراءة المأموم لا تجوز لأنه لا محل لها، ويشوش على الإمام وعلى من بجانبه. نعم. فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ، هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته، وهو الذي عليه عامة أصحابه، وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز، وهو مقتضى كلام أحمد. نعم. ويتخرج أنه يكره كراهة تنزيه، يعني المراد بالكراهة كراهة التنزيه، لأن الكراهة على قسمين: كراهة التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا تحريم، وكراهة التنزيه وهي ما كان الأولى تركه، ما كان الأولى تركه. والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز، وهو مقتضى كلام أحمد. ويتخرج أنه يكره كراهة تنزيه كالكلام والإمام يخطب وأولى، كما أنه إذا شرع الإمام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الإنصات للخطبة، وأن الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، يعني يتكلف الحضور وليس له أجر، مثل الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع منها. فإذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي الصلاة من باب أولى، أنه إذا قرأ الإمام يجب على المأموم أن ينصت. نعم. ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بكل حال، وإن لم يكن إلا في حال جهر الإمام، لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتها، ففي القراءة خروج من الخلاف. هذا سبق أن بعض الحنابلة يقول يقرأ حتى ولو كان الإمام يجهر، خروجا من الخلاف، خلاف من يوجبها ويجعلها ركنا أو واجبا في حق المأموم. وسبق أن الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة، لا يكون في مثل هذه المسألة التي هي واضحة، أن المأموم لا يقرأ والإمام يقرأ ينازعه القراءة. نعم. ولما روى محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الدليل اللي يقولون أنه يقرأ ولو جهر الإمام خروجا من الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز للمأموم أن يقرأ إلا الفاتحة، وقال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلأجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم ولو كان الإمام يجهر. هذا وهذه وجهة نظرهم، مع أن الصحيح خلاف قولهم. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد عن مكحول، والنسائي من حديث عن حرام بن حكيم، كلاهما عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة، وقال فيه: لا تقرأوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. نعم. وخرجه الدارقطني عنهما وقال: إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. هذه حجة من يقولون يقرأها ولو كان الإمام يجهر خروجا من الخلاف. نعم. وفي رواية عن نافع ابن محمود بن الربيع قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس، فصلى بالناس أبو نعيم،
وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة: قد صنعت شيئا، فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت منك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا تفعلوا، وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. نعم، كل هذه الأحاديث تدل على أنه لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ولو جهر الإمام. هذه وجهة نظر الذين يقولون يقرأها خروجا من الخلاف ولو كان الإمام يجهر. نعم. وأيضا فقد تقدم حديث أبي قلابة وقوله: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن. وأيضا فقد تقدم حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. الأحاديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من إنصافه في المناقشة أنه يستقصي أدلة المخالف، يستقصي أدلة المخالف ثم يجيب عنها. نعم. وأيضا فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام، ويحمل الأمر بالإنصات في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص. يحملون قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فأنصتوا، على غير الفاتحة، يعني قراءة السورة مثلا بعد الفاتحة. لكن الآية عامة، قراءة الفاتحة وغيرها. نعم. فإن قيل: فهل لا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير؟ يعني هذه الأدلة إذا مشينا عليها فهي توجب القراءة على المأموم خلف الإمام حتى في الجهرية، لو أخذنا بظاهرها، لو أخذنا بظاهرها. ما يكفي أنكم تقولون خروجا من الخلاف، ولو يجب هذا لهذه الأدلة. نعم. فإن قيل: فهل لا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير، لا سيما مع قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأ، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. مثل ما سبق. نعم. قلنا هذا الجواب عن ما سبق. نعم. قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب كما تقدم. دلت كما أنكم تستدلون بهذه الأحاديث على وجوب القراءة على المأموم، نحن عندنا أحاديث مثلها أو أكثر تدل على عدم وجوب قراءتها على المأموم. نعم. قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب كما تقدم، وهذه الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب فلا يلزم مثله في الإيجاب، فإن فيها ضعفاً لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. نعم، هذه الأحاديث التي احتجوا بها تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب، جمعاً بينها وبين الأحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الإمام. ولا بد من الجمع بين الأحاديث، لا بد من الجمع بين الأحاديث، ولا يؤخذ ببعضها ويترك
البعض الآخر، لا سيما إذا كانت الأحاديث المخالفة أصح من الأحاديث التي مع الخصم. نعم. ثم المراد بها استحباب القراءة. استحباب القراءة، ونحن لا نخالف أن تستحب القراءة للمأموم إذا لم ينازع الإمام، قرأ في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية دون الجهرية، لا ننازع في هذا. نعم. ثم المراد بها استحباب القراءة، لأن في حديث أبي قلابة المتقدم: إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ. إن كنتم لابد فاعلين، فدل على أنه ما يلزم القراءة، لكن إذا كان ولابد فليكون هذا في سكتات الإمام. نعم. إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه، وفي لفظ: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة. نعم، في نفسه يعني لا يجهر بها جهرا يسمع من يسمع الإمام أو يسمع من بجانبه، لا يشوش عليه. نعم. وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة، لا سيما وقد استثناه بالنهي، وذلك لا يفيد إلا الإذن. نعم. ولأن في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، وفي لفظ: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك. نعم، لم يسألهم هل فعلوا ذلك أو لم يفعلوه. نعم. لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك، بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك، لأن تأخير البيان لا يجوز. نعم، لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لبين لهم الرسول ذلك قبل أن يحصل هذا الشيء، لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، لابد من البيان عند الحاجة، لا يجوز تأخيره. نعم. وهذه قاعدة أصولية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. وأيضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على أنه لم يكن عادة، وأنهم لم يكن يفعلوه كلهم. نعم، كون حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرؤون الفاتحة، هذا دليل على أن العادة أنهم ما يقرؤونها، وإنما حصل في هذه المرة. نعم. وأما قوله في تمام الحديث: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر. نعم. لأنه المفروض من القراءة، وإنما يتحملها الإمام عن المأموم. نعم، نقول الفاتحة قرئت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا تركها الإمام والمأمومون لم تصح، لكن إذا قرأها الإمام كفى عن المأمومين، فالفاتحة قرئت واستمع المأموم للإمام فحصل المقصود والحمد لله. نعم. لأنه المفروض من القراءة، وإنما يتحملها الإمام عن المأموم، فمن أحب أن يأتي الإمام يتحمل عن المأموم أشياء في الصلاة، منها قراءة الفاتحة، ومنها سجود السهو، إذا سهى المأموم خلف الإمام لا يجب عليه سجود السهو، يتحمله الإمام، إلى غير ذلك في مسائل يتحملها الإمام عن المأموم مذكورة في كتب الفقه، وهي ثمان مسائل تقريبا، منها قراءة الفاتحة، ومنها سجود السهو، وغير ذلك. نعم. لأنه المفروض من القراءة، وإنما يتحملها الإمام عن المأموم، فمن أحب أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام فعل،
وكان ذلك عذرا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه ولا على الإمام. إذا كان ولا بد يقرأ فليكن في نفسه ولا يجهر بها جهرا يشوش على الإمام أو على من بجانبه. نعم. كما قال القاسم، وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الأئمة المشهورين في وقته الذين أسندت إليهم الفتوى في العالم الإسلامي، محمد بن القاسم منهم. نعم. يسمون الفقهاء السبعة الذين حصرت الفتوى فيهم. نعم. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك، وإن لم تقرأ فقد أجزاك ذلك الإمام. هذا فتوى محمد بن القاسم أحد الفقهاء السبعة في الدنيا في وقته، أنه فصل ذلك فقال. نعم. فقال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام: إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك. نعم. وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك الإمام. أجزأك ذلك الإمام، يعني قراءته كافية لك وله. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، هذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم. وفعل عبادة إنما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب. كون عبادة بن الصامت قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها إنما فعله من باب الاستحباب ولم يفعله من باب الوجوب. نعم. وحديث عمرو بن شعيب ضعيف، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها مقال، إما مرسلة وإما منقطعة عند المحدثين. نعم. والصحيح هو المنصوص المشهور لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. والصحيح هو المنصوص المشهور. نعم، هذه النتيجة. الصحيح من هذه الأقوال هو المنصوص عن الإمام أحمد أن الإمام يتحمل. نعم. والصحيح هو المنصوص المشهور. المنصوص يعني عن أحمد المشهور في مذهبه. نعم. لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، هذا هو الصحيح المنصوص عن الإمام أحمد عملا بهذه الآية الكريمة وبقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة. نعم، روي عن هؤلاء جميعا أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أنها نزلت، سبب نزولها في الصلاة. نعم. ومنهم سبب نزولها في الصلاة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمتى ما قرئ القرآن فأنصت له، أنصت له، لكن في الصلاة يجب الإنصات، وفي خارج الصلاة يستحب الإنصات. نعم. ومنهم من قال: في الصلاة والخطبة. إيه نعم، والخطبة الجمعة، يعني لا يجوز الكلام والدعاء والقراءة والإمام يخطب، لا بد من الإنصات، وإلا فإنه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمل أسفارا. نعم. قال أبو داود: قيل للإمام أحمد: نعم، إن فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام
مخصوص من قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقال يكون قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يخصص بقراءة الفاتحة فلا بد منها، وأما إذا قرأ الإمام غيرها بعد الفاتحة فإنه لا يتعين الإنصات. نعم. قال أبو داود قيل للإمام أحمد إن فلانا قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقال عمن يقول هذا؟ نعم. فقال عمن يقول هذا؟ يعني هذا القول الذي قاله من أين أخذه؟ من الذي سبقه إليه؟ لا بد أن الإنسان إذا أفتى بفتوى ما يبتكرها هو، يكون مسبوقا إليها من كلام العلماء وكلام السلف الصالح لا سيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لئلا يخطي في فتواه. نعم. فقال كان الإمام أحمد رحمه الله لا يفتي بفتوى حتى يكون له سلف فيها، حتى يكون له سلف إليها فيها من السلف الصالح. نعم. فقال وين الحين يتسابقون على الفتوى ويخترعون فتاوى ويتحملون الآثام والعياذ بالله، وأسهل عليهم من كل شيء. الإمام أحمد على جلالة قدره ما يجرؤ يفتي إلا بفتوى سبق إليها ممن هو قبله من أهل العلم. نعم. فقال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. عمن يقول إن قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه في غير الصلاة، الآية في غير الصلاة، يقول العلماء أجمعوا على أنها في الصلاة، فإذا قوله خطأ. نعم. وقال في رواية المروذي في هذه الآية هي في الصلاة والخطبة، خطبة الجمعة يعني. نعم. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس، فلو لم يكن ذلك يعني إذا قرأ الإمام الخطيب الآية في الخطبة أو الآيات يجب الإنصات لها كما يجب الإنصات لها في الصلاة داخل الصلاة، لأن القرآن له حرمة، ولأنه مطلوب من المسلم أن يستمع ويستفيد ويتأدب مع القرآن. نعم. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس، فلو لم يكن الخطيب يقرأ الآيات أو الآية في الخطبة لأي غرض؟ يقرأها لأجل استماع الناس إياها واستفادة الناس منها. نعم. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس، فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. نعم. والإنصات السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء. الإنصات والإنصات هو السكوت يعني على وجه الإصغاء إلى الشيء. نعم. الإنصات هو الاستماع، هو الاستماع المقصود لما يقال وما يقرأ. نعم. والإنصات هو والإنصات السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء، الإصغاء إلى الشيء، الإصغاء بالسمع. نعم. والإنصات السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء، ويقال الاستماع، والإنصات الإصغاء إلى الكلام والإقبال عليه. نعم. كل واحد. نعم. فقد أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ، وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين. نعم. الإصغاء والسكوت إذا قرأ والإمام يقرأ ترك هذين الأمرين الواجبين، وصارت قراءة الإمام لا فائدة منها. نعم. فقد أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ، وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين، والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال: ليا أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الشاهد في قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الخطبة لأهميته. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. وهذا الحديث الآخر: إذا قرأ فأنصتوا، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ لم يكن منصتا، يكون مخالفا للآية والحديث. نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم: هو عندي صحيح. وصحح هذين الحديثين أحمد واعتمد عليهما. نعم. وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. نعم. ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك. يعني هذا تخصيص من غير مخصص، تخصيصهم الفاتحة لأنها لا ينصت ولا تترك والإمام يقرأ، هذا تخصيص من غير مخصص. نعم. وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها، ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك، فإن مثل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه وتعميمه لقوم يراد تعلمهم من غير تفسير، لا سيما وهم لا يفهمون الإنصات عن القراءة المشروعة في الصلاة، وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. نعم. هو لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكن إذا قرأها الإمام حصل المقصود، تحملها عن المأمومين. نعم. وعن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتنع الناس عن القراءة والإمام يقرأ، الرسول يقرأ من ذلك الوقت، ودل على أنه إذا جهر الإمام فلا يقرأ أحد، اللهم إلا إذا قرأها في نفسه ولم يشوش. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية: انتهى الناس عن القراءة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن. نعم. وفي رواية لأبي داود قال أبو هريرة: فانتهى الناس. نعم. وفي رواية أخرى قال الزهري: فانتهى الناس. الزهري، نعم، الزهري هو محمد بن شهاب الزهري، نعم، من أئمة التابعين. نعم. وفي رواية أنها الصبح، وأن القراءة إنما جهر فيها لاستماع المأمومين، فإذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا بمنزلة. المقصود من جهر الإمام بالفاتحة وكذلك ما بعدها، المقصود منه إسماع المأمومين، فإذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الإمام لا فائدة منها. نعم. وأن القراءة إنما جهر فيها لاستماع المأمومين، فإذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا بمنزلة من يتكلم والإمام يخطب. نعم. ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة. المستمع مثل القارئ في الاستفادة من القرآن، بل قد يكون المستمع أفود من القارئ إذا أنصت وحضر قلبه، قد يكون
رب مبلغ أوعى من سامع. نعم. ويذكر عن علي رضي الله عنه قال: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: بل أنصت. نعم. فإنه يكفيك. قال الدارقطني: فإنه يكفيك، دليل على أن قراءة الإمام كافية للمأموم. نعم. قال الدارقطني: والمرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح. نعم. الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لأصحابه: أتقرؤون خلف الإمام؟ فقال بعض: نعم. وقال بعض: لا. قال: إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. في نفسه ولا يكون له صوت. نعم. ورواه أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي قلابة بن محمد بن عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قال: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن. وقال: بفاتحة الكتاب. نعم. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنهم يقرؤون خلف الإمام، وكان فيهم من لا يقرأ، ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما سبق. نعم. وأما قوله: فاقرأوا ما تيسر، فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة، بدليل قوله بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، لأن في من يقول الفاتحة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم، الواجب أن يقرأ شيء من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا عموم يخصص بالأدلة الأخرى. نعم. وأما قوله: فاقرأوا ما تيسر، فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة، بدليل قوله بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، المراد فاقرأوا ما تيسر منه يعني في غير الصلاة، في غير الصلاة، أما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، والمأموم يستحب له ذلك أيضا بشرط أن لا يشوش على أحد. نعم. فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة، بدليل قوله بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عطف عليها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدل على أن المراد قراءة ما تيسر من خارج الصلاة. نعم. ولأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس. هذه السورة، سورة المزمل، نزلت في أول الإسلام قبل الهجرة، ولم تكن الصلاة فرضت في ذاك الوقت، فدل على أنه ليس المراد قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما المراد قراءة القرآن. نعم. ولأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وكان وجوب الفاتحة بالمدينة. نعم. وإنما المراد به والله أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل. نعم. وإنما المراد به والله أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل، فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه، وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن يتلوه بحيث لا ينساه. نعم. وسياق الآية يدل على هذا، حيث قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دل على أن المراد بسورة المزمل غير في غير الصلاة، إنما هي قراءة القرآن المستقلة، لأن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، والمسلم لا يهجر القرآن، إنما يكون له ارتباط بالقرآن، يقرأه في فراغاته وفي سيره وفي أحواله مهما أمكنه ذلك،
نعم. وقد قيل إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال أبو سعيد، وهذا قول آخر. نعم. وقد قيل إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال أبو سعيد، أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أحمد. نعم. وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي، فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شئت، رواه أحمد. هذه الرواية في حديث المسيء في صلاته، هي الرواية المعروف، اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع إلى آخر الحديث، ما تيسر معك من القرآن. في رواية اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. نعم. فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شئت، رواه أحمد، إذ لم يكن يحسن الفاتحة، فيدل هذا على أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آية لم تصح صلاته، وإنما يشترط بعضهم آية وبعضهم ثلاث آية فأكثر، آية فأكثر، قراءة بعض آية ما يكفي في الصلاة. نعم. وإنما يشترط بعضهم آية وبعضهم ثلاث آيات، فاشتراط ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقا. نعم. فإن قيل هذا قد روى سعيد والدارقطني عن يزيد بن شريك، يكفي نقف عند هذا. الشيخ رحمه الله إذا تناول مسألة ما يطلع ويخليها، لا بد يستقصي الأدلة والخلاف والإجابات حتى يكون كلامه وافيا في الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو سنة سواء في الصلاة الجهرية والسرية أم فقط في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ولكن إذا قرأ الإمام فقراءته تكفي عن من خلفه، كأن من خلفه قرأها تبعا لإمامه، فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، إما على كل مصل وإما على الإمام ويتحملها عمن خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور، علما بأن حالة المأمومين تطابق حالة إمامهم؟ نعم، إذا تساووا في الجهل للقراءة يصح أن يؤمهم واحد منهم، أما إذا كان بعضهم أحسن من بعض فيقدم الأحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، وأما من هو أحسن منه فلا تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجب في الصلاة؟ سجود السهو يتحمله الإمام، ما عنده مشكال في هذا، هذا من المسائل التي يتحملها الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمنفرد، يقول هل لا بد من تحريك الشفتين واللسان، وهل لا بد من أن يسمع نفسه؟ لا بد في السرية، لأنه ما يترتب على ذلك تشويش، لا بد أنه ينطق بها ويسمع نفسه، لازم يسمع نفسه ينطق بالحروف، لأنه ما يترتب عليه تشويش على الإمام ولا على من بجانبه. نعم. القراءة بالقلب لا تكفي، لا بد من التلفظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نعلم أن للمؤذنين
فضلا عظيما لما ورد في ذلك من النصوص، فهل للإمام فضل أيضا؟ وإذا خير الإنسان بين هذين الأمرين فأيهما أفضل بالنسبة له؟ اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، على قولين. بعضهم رجح أن الإمام أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، دل على أن الإمامة أفضل. بعضهم رجح أن المؤذن أفضل لما ورد فيه من الأحاديث التي تدل على فضل الإمام المؤذن، تدل على فضل الأذان. نعم، المسألة خلافية، الأمر سهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: هل يجوز للإمام أن يدعو ويخص نفسه في التشهد الأخير، أم لا بد أن يدعو؟ الدعاء الذي يسمع مثل دعاء القنوت لا بد أن يأتي بضمير الجمع، أما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصبح كثير من الناس في هذه الأيام يختارون لإمامتهم في المسجد من هو جميل الصوت، ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعلم والزهد والورع، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك أن يختار الأفضل قراءة واستقامة وفقها، هذا هو الأفضل مهما أمكن ذلك، يكون مجيدا للقراءة، يكون عارفا بالفقه في الصلاة، يعني فقه الصلاة على الأقل، يكون تقيا لأنه قدوة ومؤتمن، لا بد من هذه الصفات في الإمام. ما يكفي أنه حسن الصوت، ما يكفي هذا، إذا اجتمع مع هذه الصفات حسن الصوت هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يستخرج الأحكام الفقهية من حديث واحد ويترك الأحاديث الأخرى، هل فعله هذا مشروع؟ ما يمكن أنه يقتصر على حديث واحد، الأحاديث إذا كانت الأحاديث في موضوع واحد لازم يوفق بينها، إن كان يعرف لازم يوفق بينها، وأما إذا كان كل حديث في موضوع آخر مستقل فلا بأس أن يستدل في كل حديث في موضعه المستقل. الأحاديث التي يظهر بينها تعارض لا بد من عملية دفع التعارض، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم المتخصصين في علم الأصول، ما كل واحد يستطيع أنه يجمع بين الأحاديث أو يجيب عن التعارض، ما يستطيع هذا إلا أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يسألني بعض الناس عن فتوى وأنا لا أعرف الجواب، فأقوم بالبحث عن هذه الفتوى وأبحث عن أقوال العلماء فيها ثم أجيبه، يقول: هل هذه تعتبر فتوى مني أم هي مجرد نقل؟ هذه مجرد نقل، لكن لا تفتي في البلد من هو أحسن منك، أحله على من هو أحسن منك في الفقه وأعرف منك، خصوصا إذا أسندت الفتوى إلى جهة معينة فأحل عليها، ولا تحمل نفسك شيئا قد يكون عليك مسؤولية أمام الله فيه. الفتوى ما هي بسهلة، لكن إذا احتجت ولا عندك أحد فلا بأس أن تطالع في كتب أهل العلم فتختار أحسنها وتنقله للسائل، نقل، مجرد نقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث أبي بكر رضي الله عنه يقول: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تعد، فما معنى؟ وردت روايات لا تعد، هذا هو المشهور، لا تعد، يعني لا تعد أن تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لا تعد لهذا،
وهذا هو المشهور. وورد لا تعد، لا تعد يعني ليس عليك إعادة، هذا يكفي عنه أن الرسول ما أمره بالإعادة. وفي رواية لا تعدو يعني لا تسرع في المشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن نفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، حيث ورد أنه فعلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، فلا نفعل شيئا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. فعلينا لزوم السكينة والحمد لله. الصلاة ما هي بنهابة، إذا وصلنا إلى الصف نكبر ونركع مع الإمام أو ندخل مع الإمام فيما أدركنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة السرية. بعض الأئمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت فيظهر صوته عند الناس، يقول هل يجوز مثل هذا؟ لا، هذا يشوش على الناس، هذا يشوش على الناس، يقلب السرية إلى جهرية، ألا يفعل هذا؟ يبتعد عن الميكروفون، لأن أكثر الأئمة يجعل فمه بالميكروفون ويزعق ويصرخ على الناس، هذا ما يجوز في الصلاة. يبعد عن الميكروفون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه إزعاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى: المراد به التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل، هل يشرع أن أترك قيام الليل وأعوض عنه بقراءة الحزب الذي اعتدت أن أقرأ به في الصلاة؟ لا، اجمع بينهم، اجمع بين قيام الليل وبين قراءة الحزب، اجمع بين الخيرين والفضيلتين، لا تقتصر على إحداهما فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام. قم الليل إلا قليلا، هذا في أول الأمر، قم الليل إلا قليلا. ثم لما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله خفف عنه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا يكفي عن طول القيام في الليل. نعم، تعوض هذا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكون آخر السورة ناسخا لأولها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قلنا إن سورة المزمل نزلت في مكة، يقول هذا بلا شك. نعم. وقد ذكر فيها الأمر بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة ما هي زكاة المال، الزكاة التي أمر بها في مكة ليست زكاة المال، وإنما هي زكاة النفس، زكاة النفس بالطاعة والعبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأ آيات ثم يركع قبل أن يكمل؟ ما حكم من يصلي بالناس فيقرأ آيات ثم يركع قبل أن يكمل آخر آية قرأها، ولما سئل لما لم تكمل الآية قال إنه يجوز الركوع قبل إكمال الآية إذا كان قد قرأ قبلها آيات أخرى؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز يقطع الآية ويركع، يكمل الآية. نعم. وهذا سائل يقول وفقك الله، هل يجوز أن نقسم آية الدين في ركعتين؟ لا، ما يجوز هذا، آية الدين آية واحدة تقرأ جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت وقرأت يعني وصل العجز إلى هالحد تقسم الآية بين ركعتين،
حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صليت وقرأت بعد الفاتحة آية واحدة فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء في هذا، لأنك قرأت ما تيسر من القرآن، والآية الواحدة يشترط فيها أن تستقل بالمعنى، ما تجيب آية مرتبطة بما بعدها ولا يكمل المعنى إلا مع ما بعدها أو ما قبلها. إذا كانت الآية مستقلة بالمعنى فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم من فعلها، كراهة التنزيه لا يأثم من فعلها، ولكن يؤجر من تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص من سكان المدينة النبوية ونوى الحج هذا العام، لكنه سيذهب بوالدته عند إخوانه في جنوب المملكة وسيحرم من أول ذي الحجة، فهل عليه أن يرجع إلى المدينة أم له أن يحرم من يلملم؟ ما إذا رجع إلى مكة يريد الحج يحرم من الميقات الذي أول ميقات يمر به، يحرم من أول ميقات يمر به، هذا الواجب عليه. فإن شاء يحرم بالحج ويبقى على إحرامه، وإن شاء يحرم بعمرة، إذا وصل إلى مكة يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج، يكون متمتعا، وهذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قادمة من مصر للحج ولم تحرم من الميقات، من ميقات أهل مصر، بل نزلت في الطائف، فهل لها أن تحرم الآن من السيل الكبير؟ وهل عليها دم لتجاوز؟ ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات الذي تركته وتحرم منه. أما إن كانت أحرمت بعد ما تعدت الميقات فإن إحرامها صحيح، لكن تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات يكون عليها فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الشباب اعتدنا أن نذهب للحج بلا تصريح، وفي نيتنا إن منعنا من الدخول رجعنا، وإن أذن لنا دخلنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ الله، هذا مغامرة، هذه مغامرة، وما كلفكم الله بهذه المغامرة، إن تيسر لكم الحج بدون مخالفة للنظام فلا شك إن هذا أتم، طاعة ولي الأمر واجبة، لا تغامروا مثل هذه المغامرة. نعم. ولا سيما الحج الآن فيه معارك وفيه زحمات وفيه خطر وفيه، فالحمد لله الله وسع علينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح الصلاة خلف من ظاهره عدم الاستقامة كان يسبل مثلا؟ لا، ما يجوز هذا، لا تصح الصلاة خلف المسبل ولا خلف من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ما تصح الصلاة خلفه لأنه فاسق، مرتكب الكبيرة فاسق. نعم. عند هذا عند الاختيار، يعني ما يختار للإمامة من هذه الصفة، أما لو جيت والناس يصلون صل معهم ولو كان الإمام مسبل، صل معهم ولا تترك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل القراءة، قراءة الرقية الشرعية بماء زمزم ثم أقوم برش هذا الماء في المنزل؟ لا، هذا ما ورد، لا ماء زمزم ولا غيره، ما هو برش الماء في المنزل أو الملح ينثر في السيسان عشان يطرد الجن، هذه كلها خرافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فهل تصلى الجمعة؟ لا بد من صلاة الجمعة، لكن غير الإمام يستحب له الحضور ولا يجب عليه، بل يصليها ظهرا، إذا تأخر يصليها ظهرا، والأفضل أن يحضرها ويصليها مع الإمام، فلا بد من إقامة الجمعة، لا تسقط الجمعة بل تصلى، ولكن على الأفراد الذين حضروا العيد لا تجب على الأفراد بل تستحب لهم،
وإذا لم يحضروا صلوها ظهرا، لأن بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر، يترك صلاة الظهر ويظن أن العيد تكفي عنها، هذا غلط. بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط أيضا، ما يؤذن لها، ما يؤذن للظهر في يوم العيد، في يوم الجمعة ما يؤذن لها، لكن يصلون بدون أذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مخاطبة المأموم للإمام وهو يخطب فيسأله عن شيء أو يصحح له قراءة آية هل يعتبر كالحمار يحمل أسفارا؟ لا لا، هذا لا بأس أنه تكلم الإمام، إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام، إلا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخر الحديث، فادعوا الله أن يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فالرسول دعا لهم بالسقيا فسقاهم الله عز وجل. وفي الجمعة الثانية لما كثرت الأمطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. فأقلعت السحاب، أقلع السحاب وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس، دل على أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام في الأمور المهمة، الأمور المهمة. أما أنك تنشده عن بيته ولا عن بيت فلان ولا عن، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسافة السفر المعتبرة، مسافة السفر المعتبرة التي يباح فيها القصر والجمع، هل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج؟ لا، خروجه من البلد، ما هو من المنزل، خروجه من البلد. إذا انقطع البنية